سلطة باستا غير شكل عن السلطات اللي جربتوها في حياتكم، مرة لذيذة. اسلكي باستا أي نوع، هذا الملولو أو الشريطة اللي في يمكن زين، والذرة حمصيها مع شوية زبدة كذا، خليها تاخذ لها لون. تعالوا بسوي هالفقرة، بسلك وبحمص وارجع، وفرمي لك كزبرة وفرمي لك بصل أخضر. قطعة زبدة والذرة، كثري ذرة قد ما ممكن، أزيد الكمية شوي وحمصيها. لما أحمص الذرة خليني أجهز المايونيز أو الصوص بمعنى آخر. هنا مايونيز حطيت، المايونيز هذا مرة حلو عجبني، خفيف وأبيض، شايفين لونه اسمه بيدر. أضيف عليه عصير ليمون ربع كوب كذا، زيت زيتون، بكتب لكم المقادير أفضل. ثوم مهروس، بابريكا، بابريكا مدخنة إذا عندك أحلى، أوريجانو، كمون شوي، الملاحة تحتاج بطاريات، ملح، فلفل أسود. بخلط هذه الأشياء كلها مع بعض، بصير الصوص عندي جاهز. دوقي حسيني أحتاج شيء ضيفي. وهذا الصوص، هذا قوامه صار جاهز، طعمه يامي. حاولوا انه ياخذ له هذا اللون. ما ركبت الماي في اليوم، حملوا الصوص. ريحه الذره المشويه تجنن. سلقت المكرونه، صفيتيها، خليها تبرد تماما عشان ما تذبل معاكي الورقيات اللي راح تضيفينها. ضيفي عليها الذرة اللي حمصتيها، تقدرون تستخدمون العرنس الكامل براحتكم. أصعب مرحلة هي فرم الكزبرة. بنحط البصل الأخضر، بس أنا حاطته كله كثير. بخلط، بعدين راح أضيف جبن البارميزان والصوص. راح أضيف جبن البارميزان. سلطتي غير شكل، غير شكل. الصوص بنات خففته بشوي بس مويه، الباقي بحطه على جنب، اللي حاب يزيد يزيد. بس خليني اخلطها اول اشوف اذا تحتاج اصلا ولا ما تحتاج. بس والله كل ما خليتوها في الصوص كل ما كانت ألذ وألذ، بس طبعا انا راح اكلها على طول يعني. حسيت انه ودي اضيف، طبعا شلت انا من الصوص على جنب، والباقي بضيفه الحين. حسيت انه لازم اضيف، الباقي خليته على جنب. بس والله يومين، متحمسة 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 بنات. اذا ما كانت ألذ باستا بتاكلونها في حياتكم، سلطة باستا يعني بهالطريقة شيء تحفة، اتجنن. خليني اسوي جلسة تصوير لأكلها الحين وانا واقفة، ويصير ما في صور بعدين. لذيذة لذيذة لذيذة. نحطها خلنا في طبق التقديم، تقدرون تحطونها بالثلاجة أي وقت تاكلونها من العشاء. جبارة، ودي أزينها شوي بارميزان فوق وخلاص، تجنن. جربوها وادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي كل ما جربتوها. ودي كذا حط رشة بارميزان على الوجه، تحسونها كذا لمسة إيطالية وهي ما لها دخل بالإيطاليين. وبس والله بصورها عشان أتغدى.